بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. عبر فيها جلالته عن خالص تهنيه بمناسبة تعيين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنيا جلالته حفظه الله ورعاه لولي العهد كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه الشقيق والإسهام في تقدمه وازدهاره، مبتهلا جلالته إلى المولى عز وجل أن يديم على أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة مفور الصحة والعافية، وأن تحقق دولة الكويت وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من تطور ورقي في ظل قيادته الحكيمة.